الرشا وصلنا لمساحه جديده من مساحاتنا راح نكون فيها مع التعليم المهني واهميه هذا المجال والقطاع. اكيد راح نحكي عن التعليم المهني، عن اثاره الايجابيه بحياه الطلاب، التعليم المهني ان كان اثار الايجابي بحياتهم الاجتماعيه الاقتصاديه، ولنعرف اكثر عن هذا الفرع شو بخص وشو بيشتغلوا طلابنا اليوم ضمن المدارس التعليم المهني. حيكون معنا الاستاذ المهندس غسان قباقيبو وهو مدير التعليم المهني والتقني في وزاره التربيه. صباح الخير استاذ. صباح. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كثير. صباح الخير. صباح النور. واهلا وسهلا فيك. اول شيء استاذ خلينا نحكي عن فكره التعليم المهني عندنا بسوريا، للاسف هي فكره شوي ما عم تعطيها حقها رغم اهميه هذا القطاع واهميه الافراد يلي عم بخرجون مع السنوات. بدايه خلينا نحكي عن اهميه التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل والاتجاه اليوم لتعزيز هذا المجال اكثر. معروف التعليم المهني هو احد بصارات التعليم في العالم اضافه للتعليم العام، فعندنا في عندنا تعليم مهني وهذا منتشر في كافه بلدان العالم. هلا ما يخص التعليم المهني هو المنبع الاساسي لسوق العمل لتغذيته بايدي العامله الماهره من خلال تدريب الطلاب في المدارس المهنيه واطلاقها الى سوق العمل. هذا ما يخص التعليم المهني. التعليم المهني ضمن عندنا 22 مهنه موجوده في وزاره التربيه، تبدا بالتقنيات الحاسوب وتنتهي بالحام وتشكيل الى اخره من المجال المهن ال 22. هلا خلال ال 22 مهنه يتعلم الطالب عندنا اساسيات المهنه سواء بالكتله النظريه او الكتله العمليه. الكتله العمليه بينفذها ضمن ورشات ومخابر، والكتله النظريه بياخذها ضمن الصفوف، ما هي موضوع العلوم الاساسيه مثل الفيزياء والرياضيات واللغه الانجليزيه الى اخره، هذول بياخذهم ضمن الصف، والباقي بياخذ كل الكتله ضمن ورشه، وبيكون اللي عم يدربه هو مهندس او معلم حرفي. فنهايه المرحله الثانويه طبعا مده الدراسه في التعليم المهني يعني 3 سنوات، تبدا بالعاشر وتنتهي في الثالث ثانوي، يمنح فيها الطالب شهاده تعليم ثانوي مهنيه وفق الاختصاص اللي هو، وبيكون هو رافد لسوق العمل وبيرفض سوق العمل بالايدي العامله الماهره. هذا ما اهميه التعليم المهني. هلا حتى يكون الدوله متطوره ومتقدمه لازم يكون عندها التعليم المهني اساسي هو متطور ومتقدم. نحن عم نسعى لحتى هلا قدر الامكان نحسن نوصل التعليم المهني الى المرتبه اللي لازم يكون فيها، وليساعد في تامين الكوادر الفعاله فعلا بالتعليم المهني. طيب من جوابك استاذ اليوم، ليه اليوم التعليم المهني هو غير يعني نظره له غير الافرع الادبيه ان كان العلميه، دائما في انه نحن بنقول انه بنروح قصدك النظره السلبيه يعني؟ خلينا نقول بالمشر ما هي النظره السلبيه هي عم تكون. اليوم نحن كيف قادرين نغير هي النظره؟ اليوم نحن بحاجه هدول الادمغه، وهلا مثل ما شوي ثاني حنستعرض اليوم شيء من شغل الطلاب. خلينا نحكي اليوم نظريا كيف نحن قادرين نغير هذه النظره ونرفع من مستوى التعليم المهني، وخاصة مثل ما ذكرت اليوم هو كتير مهم بسوق العمل. هلا موضوع تغيير النظرة السلبية لهذا المسار من التعليم لا يقع فقط على عاتق وزارة التربية، هو واقع لازم يقع على عاتق المجتمع كله بكافة اتجاهاته، سواء وزارة الثقافة وزارة يعني أي حدا له علاقة بالأمور الخدمية لازم يكون هو، وينطلق من الأسرة نفسها. حتى الأهل. مشكلتنا نحن مو بالطالب، مشكلتنا بالأب والأم، إنه كلهم بدهم أولادهم أطباء ومهندسين. هذا قولا واحدا. هلا نحن في بعض المشاكل اللي كانت تواجهنا بتطوير التعليم المهني، واللي هي اول شيء النظره الدونيه لهذا المسار التعليمي، عدم تطابق المهارات اللي عم يكسبها الطالب عندنا مع سوق العمل، المناهج عندنا شوي كثير صعبه شوي مقارنه بمستوى مدخلات طلابنا اللي عم يفوتوا على التعليم المهني، فامور هالكثيره اللي صارت لازم إعادة النظر فيها. تم إعادة النظر بداية بالتشريعات والقوانين الخاصة بالتعليم المهني، وبالتالي هالتغيير التشريعات والقوانين رح يؤدي إلى تغيير الوجهة السلبية لهذا النوع من التعليم. كيف يعني؟ يعني أنا هلأ الطالب بالثمانينات وبالسبعينات كان يتقاضى الطالب 50 ليرة، هال50 ليرة كانت هي عبارة عن نصف راتب موظف يعني، فعمليا كان في عنده يأمن دخل من خلال هالوقت هذا. فأول شيء سعينا له بالتعليم المهني أنه نحن لازم نأمن لهالطالب دخل أثناء فترة وجوده بالمدرسة. كيف؟ عن طريق تحويل
المؤسسات المدارس المهنيه الى مؤسسات انتاجيه. هالمؤسسات الانتاجيه عندي انا مثل ما احد ذكرت قبل شوي عندي 22 مهنه، هال22 مهنه انا قادر ضمن 22 مهنه انه يكون هال22 مهنه منتجين فعلا. يعني يحسن الطالب ياخذ بنهايه الشهر يكون له مثل مكافاه او حوافز بياخذه بنهايه الشهر. هذا ضمن الانظمه والقوانين وهو اللي هو القانون 38 اللي هلا راح نحكي عليه بعد شوي. نعم استاذ غسان، خلينا نحكي ذكرت حضرتك 22 مهنه بيتم تدريسها. اليوم الاهل ممكن كثير منهم يلجا انه لا باخذه بحطه عند حرفي فورا بدون ما يدرسها بالمدارس المهنيه، يعني بنعلمه اياها على الصغر بيروح فورا على السوق العمليه. شو اليوم الفرق اليوم بين شخص عم يتعلمها فورا على ارض الواقع وبين شخص ممكن يدرسها بشكل اكاديمي او مهني، وشو بيفيده هذا بالمستقبل؟ هلا بدايه انه انا اعلم الولد المهنه في عند مهني شيخ الكار مثل ما كان سابقا، اول شيء هذا مخالف للامور الاجتماعيه كثير، اولا هذا عماله الاطفال. وعمالة الأطفال يعني يصفينا بمستوى واعي، ما عاد مجتمع قديم. رح يعلمه أول شيء، رح يزله خلال فترة تدريبه، رح يكنس ويمسح ويساوي شاي ويبعته يجيب له خضرة للبيت ولا يعلمه هالمهنة. بيشغله سنتين عنده لحتى يبلش يعلمه المهنة. بينما بالمدارس يعني بيكون الطالب معزز مكرم قاعد ورا مقعد، في حدا عم يدربه على تجهيزات حديثة ضمن مناهج معينة. ففي فرق طبعا من الارض للسماء بين التعليم بين الورش والتعليم بشكل اكاديمي ومهني. هلا في شيء مشترك عندنا بالتعليم المهني واللي هو اسمه التعليم المزدوج، انه الطالب بيتعلم جزء من الكتله بالتعليم ضمن المؤسسه التعليميه اللي هي المدرسه، والجزء الاخر بيتلقاه بالورشه او بالمعمل، بس لكن وفق انظمه وضوابط مضبوطه من قبل وزاره التربيه وكمان غرفه الصناعه الممثله هي بالصناعيين. تمام استاذ، خلينا نحكي على قانون 38 اللي صدر بعام 2021، كيف كانت التاثيرات المباشره على الفرع التعليم المهني؟ هلا القانون 38 هو عباره عن دمج مرسومين، المرسوم الاول المرسوم 13 لعام 94 واللي هو احداث التعليم المهني، والمرسوم 7 المرسوم 13 الخاص بورش الانتاج اللي صدر بال 2001. هلا تم الاطلاع على كلا المرسومين لتطوير التعليم المهني. ان اتاخذ من هالمرسومين الفكر الايجابيه ضمنهم وتم صياغتهم بطريقه جديده واضافه بعض الامور اللي هي بتساعد على تطوير التعليم المهني، وصدر هو القانون 38. هي القانون 38 إذن هو دمج مرسومين. سمح القانون 38 بتحويل مدارس التعليم المهني والورشات التابعة لها إلى مؤسسات إنتاجية. كيف يعني؟ يعني أنا هلا مثلاً عندي حرفة نجارة الأثاث على سبيل المثال. أنا الطالب صار يتدرب ضمن بيئة عمل حقيقية، يعني صار الطالب لحتى أنا يكون عندي مخرج جيد لازم دربه في بيئة عمل حقيقية، دربه على منتج حقيقي. فلو اخذنا على سبيل المثال مثل ما حكيت ورشه حرفه نجاره الاساس، كان الطالب يتدرب على شغله صغيره بده يساوي مثلا طرابيزه صغيره او علبه صغيره يعني. هلا لا، صار الطالب يتدرب على شيء كبير، يعني بده يطلع على المؤسسه. اول شيء سمح هذا القانون بالتعاقد باجراء عقود تنفيذ لقطاع خاص وعام، يعني طالب نجاره ما عاد يتدرب على قطاع صغير، صار يطلع على الورشه ياخذ قياس الباب يرجع المدرسة يفصله ويرجع يركبه. فعمليا تدرب على باب خشب، ما عاد تدرب على باب على قطع صغيرة. نجي على ميكانيك السيارات، فرضنا في عندي أنا ورشة ميكانيك السيارات، كان الطالب يتدرب على هيكل سيارة وبالأخير ينسى القصة. هلأ صار يتدرب على سيارة حقيقية يفك ويركب، يعني تعلم ضمن بيئة عمل حقيقية. فلذلك هذا صار عندي حسن لي المخرج لأنه عم يتدرب الطالب ضمن بيئة عمل حقيقية، وبنفس الوقت الطالب عم ياخذ أجور. هالباب اللي فصلوا فيه عليه أجور بنهاية الشهر أخذ عليه أجور، فحسن وضع الطالب والمدرس كمان أخذ أجور، حسن وضع الطالب والمدرس، ولا تخضع هذا الأجور إلى سقف الحوافز المنصوص بقانون العاملين الموحد. طبعا هذا ضمن القانون. فعمليا انا عمان دخل اضافي للطالب والمدرس من خلال قانون 38.
لكن هلا تفعيله بيحتاج الى شويه مهارات وبده شويه صبر لحتى نحسن نقلع فيه بالشكل الامثل. نحن بدانا فيه لكن بحاجه لشو ليتفعل اكثر؟ اول شيء خوف المدرسين من هذا الموضوع. يعني هن متعودين المدرس انا فوت انا اعطي درسي واحمل حالي وامشي. هلا لا صار منتج بده يتحاسب، اذا كان المنتج سيء بده يتحاسب عليه المدرس طبعا. انت ساويت عقد، انا بساوي عقد، هالعقد بدي نفذه، بدي التزم بشروطه، فانا هل قادر انفذ ولا ماني قادر انفذ؟ طبعا نحن قادرين ننفذه، بس في بعض الناس بتلاقي بتشد لورا بتخاف ما عندها قوه قلب. هلا عملنا له دوره رياده اعمال، طريقه تفكير شلون بدي انشا انا مشروعي الصغير، لانه اي مدرسه اي مهنه عباره عن مشروع متوسط وليس مشروع صغير، كل ورشه هي مشروع صغير. فالمدرسة بتحويلها 10 ورشات تقريبا، فكل ورشة مشروع صغير. فأنا ريادة الأعمال لازم يكون عندهم بالنسبة لمدرسي التعليم يعني مشان طريقة تغيير تفكيرهم شلون يفكروا ويصلوا لنتيجة معينة ضمن المشروع تبعهم. تمام. تغيير العقلية هي خطوة أساسية اليوم بمدارس التعليم المهني. من الأمور يلي أكثر شيء شائعة بمدارس التعليم المهني بنعرف عنها هي تصنيع الأساس، ويمكن الوزارة عم تقدر تستفاد من هذا الموضوع بترميم المدارس، وأيضا نتيجة الحرب كمان في موضوع الحاجة بشكل أكبر لموضوع الأطراف الصناعية، وهدول الموضوع موضوعين وزارة التربية قدرت يمكن تستفاد منه من المدارس المهنية. خلينا نضوي على هالنقطتين. الأول شيء خلينا نحكي على الجانب الأول واللي هو الجانب ما يخص صيانة المدارس. هاي التجربة بدأت في سنة نهاية 2020 من خلال أنه نحن في عنا بعض المدارس قادرين نساوي صيانة. لأ أنا مثل ما ذكرت قبل شوي عندي 22 مهنة، تقنيات كهرباء، نجارة أساس، إحداد، إلحام، ألمينو إلى آخره، تمديد صحي، فكلياتهم أنا ورشاتي موجودة عندي، فبإمكاني أنا أعمل هالصيانة ضمن الصيانات الخفيفة. الصيانات الخفيفة يعني ما أنا بقصد أنه في أعمال فأعمال أسمنتية، انا ضمن هدول ضمن حسابي ضمن شغلات اللي بحسن عليها واللي هي صيانه كهربائيه، صيانه منجور، صيانه الى اخره من الاساس. هلا ما يخص الاساس المدرسي، المقاعد المدرسيه كلياتها في الجمهوريه العربيه السورية تصنع ضمن مدارس التعليم المهني، اضافه الى الطاولات والخزن، الامور كلها ما تخص المدارس بالنسبه للاساس بيتم تصنيعها بثانويات التعليم المهني. هلا ما يخص الموضوع الاطراف الصناعيه، طبعا نحن عندنا وزاره التربيه تمتلك ورشات وتمتلك تجهيزات غير متوفره في سوق العمل نهائيا يعني. ففي احدى جمعيات بصور جمعيه خطوه واللي هي تختص بامور مساعده المصابين الحرب والاطراف الصناعيه، فكانوا في ضمن اجتماع معين انه نحن في مجال نحن نصنع اطراف صناعيه. طبعا نحن بالتعليم المهني ما بحسن نقول ايه لحتى نجرب. يعني ما بنحسن نقول حتى نجرب انه بيطلع بايدنا ولا لا. فعمليا انه اتفقنا نحن وياهم انه نحن رح نساوي لكم قطع حاليا غيار واللي هي ضروريه جدا للمفاصل. تمام. وهي الموجوده اللي بنشوفهم موجودين على الطاوله، يعني هدول اللي شايفينهم هلا هن عباره عن قطع اللي اكثر استهلاكا في الاطراف ممكن. فعمليا هذه القطعه كانت تستورد بالعمله الصعبه. طيب خلينا نشرح اكثر يعني شو فائدتهم. انت عم تقول انهم الاهم هم بموضوع تركيب الاطراف. هلا نحن وقت نصنع طرف صناعي كامل طبعا بقصد الاطراف الميكانيكيه وليست الاطراف الذكيه. يعني الاطراف الميكانيكيه اللي بتعتمد على قطع ميكانيكيه فقط ما لها علاقه بالحركه اللي بتاخذ اشعار عن طريق التفكير الدماغي، هي عباره عن قطع ميكانيكيه وهي الاكثر قطع استهلاكا ضمن الاطراف. فعمليا عم نشوف كذا يعني هلا هاي القطعه هي القطعه الاساسيه وهي القطعه اللي تم تصنيعها في ثانويات التعليم المهني. خلينا فينا بس نرفعهم لو سمحت على الكاميرا هاي. تمام. اي الاصليه واي هي الاصليه وهي اللي تم تصنيعها في مدارس التعليم المهني. قد كانت ما في فرق بيناتهم نهائيا يعني بتصور ما راح يعني احنا لما ميزناهم هذول بال واحدة بنحاس وواحدة بالكروم لا يمكن تميزيهم. طب هذا الشيء قديش وفر اليوم؟ هلا لسه نحن ضمن فترة التجربة. هلا انا هي الحساسية انه جوا بقلبه، انا مطرح ما عم بدور له على الكاميرا يعني اذا ركز هون جوا. الموضوع هذا يستورد بالعمل الصعبة وليس بالرخيص.
وهذا الصناعة المحلية. طبعا نحن عم نحكي هلأ المجهولة كمجهولة، هلأ نحن بنشوف نوعية المعدن ونشتغل على أساس المعدن يعني كمان لأن شغلت هي بالنحاس، لكن كمجهولة مثل 100% تطابقها ضمن مكانات CNC هي مكانات مبرمجة طبعا. فعمليا تم إنتاجهم هذول، وبقى المرحلة القادمة رح نشوف المعدن ونشتغل على أساس المعدن الجديد. تمام. طبعا مثل ما نكون شايفين يعني القطعة هي الأصلية وهي اللي تم صناعتها. اليوم هدول شغل طلاب التعليم المهني أو هلأ نحن ما بنحسن نقول هلأ حاليا هي عبارة عن شغل، هلأ هدول فيهم شوية دقة، في مدرسين اللي عم بيشتغلوا تحت إشرافهم يعني معلمين الحرف اللي عم بيشتغلوا هلأ الدفعة الأولى النماذج الأساسية رح يشتغلوا المعلمين. بعد ما يبلش يعني يصيروا بده تصير في مشاركة مع الطلاب، يعني هاي نقطة إيجابية. طبعا هذا نحن بالآونة الأخيرة أو السنوات الأخيرة كتير كنا بحاجة لهدول القصص، فتمنى الدعم على طول يعني ونشوف نتائج على الأرض موجودة. بس ما بعرف هاي يعني شوي هاي تبع زراعة توصيلة الركبة. تفضل تفضل أستاذ. هاي تبع توصيلة الركبة هي القطعة تبع التأليف اليوم طبعا. شو نحن عم نروح للأطراف السفلية باللي شيل معنا أو لا بشكل عام؟ لا هي عبارة عن اللي بتجي يا ريتني جبتهم كاملين معي أنا أغلى مرة ثانية أستاذ. هلا هي بتجي بقلب القدم وهي بتجي بتركب فوق، يعني في لها تركيبة معينة لتصل عند الركبة، لسه في الركبة يعني وهدول القطع بتركبوا ضمن الركبة يعني في لها حركة. قديه لكم بهذا المشروع؟ والله تقريبا هلا نحن يعني نحن مو متفرغين عليه شغل تفريغ كامل، يعني على صرنا تقريبا شي شهر ونص شهرين بالصور. نعم يعني لكن نحن لحتى اول شيء بده يرسم ينكتب برنامجه وبعد منه يتنفذ على المكنه السينسي، لان كلها مكنات مبرمجه. اي قطعه هي في لها برنامج بينكتب وبتدخل على المكنه، مجرد ما دخل المكنه خلص ترسخ صار محفوظ، يعني خلال تقريبا ساعتين ثلاثة أو ساعة بتطلع القطعة. طب التوقعات قديش هو ممكن يفيد بموضوع الدعم أنه توفير هاي الأطراف قديش وفر يمكن؟ هلأ مثل ما حكيت لك أنه هاي القطعة تستورد بالعمل الصعبة وأكيد هلأ بتعرفي الموضوع هلأ نحن وفرنا القطع الأجنبي وبنفس الوقت صارت متوفرة متداولة بالأيدي وتقريبا بربع القيمه. طيب يعني هي بنفس توازي القطع اللي عم نحن عم نستوردها من حيث الجوده؟ عم نحكي الجوده اصلا اكيد، لانه قلت لك هلا بعد ما خلصنا المشغوله نحن رح نشوف المعدن ونساوي نفس المعدن حتى يعني تعبير عن معالجه معادن، يعني هي امر طبيعي مهندسين الميكانيك بيعرفوا انه هلا طلابنا معالجه المعادن هي عن طريق التقصيه بالحرب الافران. نختار المعدن وفي ضوء ذلك بيتم تقصيته عن طريق الافران. نعم. كمان كان في تجربة اللي نحن قلنا دائما التعليم المهني عم يحاول يواكب الأزمات اللي عم تكونوا منها، كان كورونا، فكان لكم تجربة بتصنيع الكمامات وأيضا موضوع تأمين الحقائب المدرسية، قديش هاي الخطوات عم تساعد بدعم الاقتصاد ونحكي عن هالتجربتين؟ هلا السنة الماء يعني كفترة كورونا بال 2020 بلشنا بصناعة الكمامات القماشية. طبعا الكمامات القماشية أكلت شغل بتاكل شغل بتاكل وقت يعني، فعمليا انه وبنفس الوقت طويله الاجل، يعني طويله الاستخدام، بامكانك تغسليها وتكويها وترجع تلبسيها مره ثانيه والى اخره من القصص هي. فعمليا هو اشتغلوا جماعه مدرسات الفنون النسويه وانجزوا تقريبا بحدود شيء 200 الف كمامه، تم توزيعه للعاملين في وزاره التربيه والمدرسين وبعض الطلاب. هلا حاليا لا جبنا يعني في عندي انا اختصاص اسمه التحكم الالي، التحكم الالي بيعتمد على نظام البي ال سي التحكم المبرمج الى اضافي الى اضافه النيوماتيك اللي هو التحكم بالهواء المضغوط. فعمليا هلا انا صار في عندي خط انتاج كمامات ينتج كمامات تقريبا بحدود ال 60 كمامه بالدقيقه. يعني هي صح قطع صغيرة بس بتاخذ وقت بتاخذ شغل يعني؟ لا لا كله فرقم اكيد مهم. كله اوتوماتيك ولا تلمسه على الايدي وتطلع معقبة ومحطوطة في كيس. حاليا هلا ضمن الانتاج وبدأنا بالانتاج لهذا النوع من الكمامات ضمن اختصاص التحكم الآلي عشان ما نبعد كثير عن التدريب. نحن ليست مهمتنا بوزارة التربية انتاج، نحن مهمتنا تعليم وتدريب.
تعليم وتدريب. فخط الانتاج بيدرب الطلاب على التحكم المبرمج، بيدربهم على الهواء المضغوط، بيدربهم على حركات خطوط السير الى اخره من الحساسات الى هالموضوع. نعم. كمان خلينا نحكي عن موضوع المناهج. اليوم دائما وزارة التربية عم تطور المناهج لكل الأقسام الثانية. ماذا عن التعليم المهني؟ وأيضا خلينا نأخذ معلومة من حضرتك، في إقبال على مهنة معينة أو قسم معينة؟ هلا في عنا المهن الإلكترونية والكهرباء، المهن الإلكترونية والكهربية الأقبل أكثر إقبال عليها، مثل تقنيات الحاسوب، صيانة تجهيزات طبية، الاتصالات، تقنيات إلكترونية إلى آخره من المهن هذول الحساسة اللي فيهم شوية بدهم شوية فكر. فهذا الإقبال عليهم كتير عالي، وعبين قبلوا عبيسكروا ضمن قبول التعليم العام، يعني علاماتهم عالية مقبولين في التعليم العام. في عندي المهن اللي كتير اللي بيبعدوا عنها الطلاب هي الحام والتشكيل، وهدول المهن شوي اللي بدهم صعبة، فيهم شوي فيهم جهد بده يبذله الطالب، وفيهم خطورة إلى حد ما، مثل الحامات، مثل سكباكة، مثل النجارة، يعني فيهم خطورة بالتعامل مع الآلات، فالطلاب تلاقي بيخفوا عليهم رغم أنه هناك أفضل المهن. يعني هلا ما يخص المناهج، تقوم وزارة التربية الآن بتطوير مناهج العلوم الأساسية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، اللغة الأجنبية، ما يخص التعليم المهني. مناهج التعليم المهني طبعا نحن منفصل فيهم، بنختلف عن التعليم العام بهالمناهج هدول، يعني إن خصوصية فيهم. فوزارة التربية مركز تطوير المناهج مع مديرية التعليم المهني بيوضعوا مناهج الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، واللغة الأجنبية بما يتوافق مع المهن تبعها. وما عاد في عندي أنا كتاب، مثلا كتاب المادة المقرر اللغة الإنجليزية، ما عاد في عندي كتاب صف 10، كتاب صف 11، كتاب بكلوريا، صار كتاب للمرحلة الثانوية مؤلف من مثلا 18 وحدة، هدول ضمن أربع اختصاصات. يعني التجاري كتابه منفصل، المهن الميكانيكية منفصل اللغة الإنجليزية، المهن الكهربائية منفصل، والمهن النسوية. شو الغاية؟ الغاية أنا بس يطلع من عندي الطالب من التعليم المهني لازم إذا مسك كتالوج يعرف يقراه. فنحن ما بيهمني أنا النصوص الأدبية كتعليم إنجليزي للمهني، أنا لازم أتعلم شيء باختصاص. تمام. فعم نشتغل على هالأساس هذا بهذا الموضوع. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق أستاذ غسان. وذكرت نقطة كتير مهمة، إنه اليوم طلابنا عم تبعد عن بعض الأفرع ضمن التعليم المهني. اليوم دوركم بهذا الموضوع بالتحفيز وترغيب الطالب، لأنه كمان نحن بحاجتهم، يعني وسوق العمل أكيد بحاجتهم. أكيد هو لا شك نحن عم يعني هلا اللي برد بالك إنه الأكثر دخلا رح يكون للطالب أثناء وجوده بالمدرسة إنه هذينك المهن. بقصد المهن اللي فيها تعب، فيها جهد، مثل النجارة، الحداد إلى آخره. فعمليا بكرة بصير تنافس يعني هذا الموضوع للدخول على هدول المهن إن شاء الله. بالختام نشكر وجودك لليوم معنا، استفسارات كثيرة حاولنا نضوي عليها، وأيضا في المزيد من الاستفسارات إن شاء الله بالحلقات القادمة نضوي عليها أكثر. شكرا لكم على الاستضافة، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا بحضرتك.